في الانعاش القلبي الرئوي. طبعا نحن حكينا الخطوات الاساسيه في الانعاش، سواء كان المريض خارج المشفى او كان في المشفى. بس اكدوا لي انه في صوت وفي صوره. محمد، ايه حكيم، في صوت وفي في صورة صورة. معك؟ ايه في ايه صوت. تمام. ايه ماشي. طبعا انا شوي تجاوزت الانعاش عند الطفل او الرضيع، ان اطباء الاطفال بيعطوها، لكن حبيت اعرج شوي عليها، لانه بصراحة بالسنة بفحص التخرج اللي مضى كان في اكثر من سؤال عن انعاش الطفل والرضيع، لذلك يجب انه نمر عليها ولو مرور الكرام. يعني طبعا الخطوات المتبعه عند الاطفال تختلف جذريا عند الطفل او الرضيع. فالخطوه الاولى، بما اننا لن نستطيع تحري استجابه المريض بالمناداه قياسا على الكبار، فاننا نقوم بتحريض او تنبيه الطفل بتنبيه المي، ممكن سيوخز على القدمين، نشوف في استجابه عند الطفل ولا ما في. بعدها بنقوم بتحرير الطريق الهوائي. تحرير الطريق الهوائي بهالوضعية هاي، يعني ملاحظين انه بهالصورة، نقوم بوضع الطفل بوضعية الصحو او الوضعية الجانبية، او حمل الطفل مع ميلان للرأس نحو الاسفل قليلا، مع تدعيم رأسه بمساعدة يد الفاحص. هالوضعية هاي، الوضعية الميلان القليل نحو الاسفل، تمنع رجوع لسان الطفل للخلف، بالتالي تمنعه من الاختناق. الإنعاش عند الطفل بيختلف بشكل كبير عن الرضيع، أو آسف عن الكبير. لاحظنا إنه كنا بنساوي 30 ل 2، لكن عند الطفل بدنا نساوي 15 مرة في التمسيد مقابل 2 في الأكسجين. فنطبق 15 مرة نعطيه نفسين إنقاذيين، لأن عدد مرات التنفس عند الطفل أكثر، وبالتالي يحتاج إلى كمية أكسجين أكثر. لاحظنا أنه بالكبير ممكن نساوي نفخ فم تو فم، لكن هنا باعتبار أنه الفم والأنف قريبين عن بعض، فممكن ننفخ بالفم والأنف معا. وهذه الطريقة متبعة بصراحة كثير في أطباء الأطفال. معدل التمسيد عند الكبير كان حتى 100 مرة في الدقيقة، لكن عند الطفل يوصل حتى 120. الصدم عند الكبار كنا بناخذ 150 حتى 360 جول، سواء كان أحادي أو ثنائي الطول، لكن عند الأطفال بنحسب الجولات حسب الوزن، 4 جول على كل كيلو جرام، مع اختلاف جرعة الأدوية ما بين الكبير والصغير. طريقة التمسيد، نحن شفنا التمسيد عند الكبار كيف نضع يدينا وبنشابكهم وبنساوي ضغط بكامل الجسم، بحيث انه بنساوي انخماص في جدار الصدر ما بين 5 الى 6 سم. لكن الوضعية عند الطفل بتكون بهالشكل هذا، بتكون ماسك كامل صدر الطفل، ماسك كامل الاضلاع بقبضتي اليد، وبينما الابهامين بيكون على عظم القص، فبيكون الضغط بشكل لطيف. وهالوضعية هي الوضعية الأأمن، شيء ما سبب له أي مشكلة للطفل. طبعا هالوضعية حسب الأوزان، مثلا إذا كان طفل خديج ممكن فقط نضغط في رؤوس الأصابع الأربعة، مجرد ضغط 15 ضغطة خفيفة مقابل 2 من الأمبو. بينما إذا كان وزنه أكبر، يعني يكون طفل ما بين مثلا أقل من 15 سنة، نعتبرها الطريقة هاي. بس أنا حبيت أعرض على الكلمتين هدول، باعتبار أنه مرض الكورونا مرض العصر ومرض منتشر، لازم نشوف ما هي الطرق المتبعة في إنعاش مريض الكورونا، وبتختلف بشكل جذري. بصراحة أنا حضرت محاضرة لبروفيسور فرنسي أول ما بلشت الكورونا، فكانت هي الطرق، طرق حديثة بصراحة لازم نتبعها. أول شيء لازم نعرف كيف ينتقل الكورونا. ممكن ينتقل عن طريق القطيرات التنفسية، إذا كان حجم القطيرة صغيرة ما بين 5 إلى 10 ميكرون،
ممكن تبقى دقيقتين لدقيقة على السطح، لكن إذا كانت قطر أصغر من 5 ميكرون ممكن تطول تبقى لفترة طويلة هالقطرات التنفسية. ممكن أيضا ينتقل عن طريق الأسطحة الملوثة، أحيانا بيتم حتى 72 ساعة. هالأسطحة ممكن يعني بلاستيك وستانلس، كلها كل شفتوها وأخذنا إجراءات الكورونا. طيب خلينا نشوف كيف نساوي إنعاش. أول شيء، هل يسمح، بدنا ناخذ مجموعة من الأسئلة، هل يسمح بالاقتراب من مريض كورونا وإجراء التنفس الاصطناعي وفتح طريق تهوية مسدود؟ هل يسمح بإجراء التمسيد القلبي أو الصدم؟ هل يسمح أيضا بإجراء التمسيد القلبي الخارجي أو صدم المريض أو إجراء أي تداخل إنعاش من قبل المسعف بحد ذاته؟ إيش هي الطرق الوقاية؟ توصيات اللجنة الأوروبية للإنعاش عند مريض الكورونا: عدم إجراء التنفس الاصطناعي فم لفم أو التهوية باستخدام الأنبوب. واحد، سقطت هاي أول حالة، كنا بنستعمل فم تو فم، حتى الأنبوب ما بيصير نستعمله. عدم الاقتراب من فم المريض لسماع الأصوات، كنا لما بنشوف المريض في حالة كوما كنا بنقرب منه بنسأله محمد أحمد كيفك، أو ممكن مجرد إنه تسوي له نكش يعني بنضغط عليه بنسوي له تنبيه ألمي. هون لا، ممنوع الاقتراب من المريض لسماع أصوات التنفس أو فتح طريق التنفس. إذا كان طريق التنفس مسدود ما فيك إنك تفتحه. التمسيد والإنعاش القلبي يجب أن يتم، لأن قدرة انتشار القطيرات ضئيل جدا، لذلك ينصح بإجرائه، لكن إمتى؟ بعد ما بنحط قطعة قماشية على فم المريض، هي ضرورية. الصدمة الكهربائية أساسية في إنعاش المريض القلبي الرئوي، لأنه لن تنتقل العدوى أو نقل العدوى بيكون ضعيف جدا للمسعف، لكن يجب أن تجرى الصدمة إذا كان مريض داخل في اضطرابات نظم على رأسها الرجفان البطيني أو التسرع القلبي البطيني من معدوم النبض اللي حكينا عنه سابقا. لازم ناخذ اجراءات الوقايه: ماسك، جلوفز، قفازات، بالاضافه الى شوز كوفر، تغطيه الاقدام، العدسات، اللباس الخاص بمسعف الكورونا. تقييم الوعي عن طريق استجابة المريض المناداة أو هز الكتف أو وخزه، هز الكتف أو وخزه حتى باستعمال أداة طويلة. التحقق من تنفس المريض دون الاقتراب من رأسه، وهذه أهم خطوة. في حال عدم وجود تنفس طبيعي نقوم بالاتصال بالطوارئ. وضع قطعة قماش أو منديل على وجه المريض، تمسيد بعد وضع قطعة قماش، ثم إجراء الصدم، أخيراً غسل اليدين. هي أهم الطرق عن مريض الكورونا. حالياً راح نبلش بدعم الحياة المتقدم Advanced Life Support، وهو ما يهمنا أكثر بعد دعم الحياة الأساسي. محاضرتنا صغيرة وخفيفة إن شاء الله، ما راح نطول عليكم، لكن راح نطول عليكم شوي في القلبية. بعد إجراء دعم الحياة الأساسي لمدة 15 دقائق تصل سيارة الإسعاف، ننقل المريض إلى المشفى. بيجينا فريق السي بي آر، يتألف من 4 أشخاص على الأقل. أول شيء نفتح خط وريدي، نعطي الأدوية، تأمين طريق هوائي وتهوية، تمسيد تطبيق الصدمات، تنظيم العمل فيما بين الكادر. يجب توافر جهاز الصدمة أو مزيل الصدمة أو مزيل الرجفان الآلي الإي إي دي. يجب توافر جميع الأدوات من إنعاش القلب الرئوي كالأنبو وجهاز التهوية والقساطة الوريدية وجهاز التسريب والسوائل وأدوات التنبيب الرغامة وكل ياتون. الخطوات: تقييم حالة الطريق الهوائي وتحريره، التهوية بالأكسجين، التمسيد وإزالة الرجفان. والدومي ما بيعطيني مجال. نتصل بالطبيب المختص، بيجي الطبيب المختص ونقوم بالإنعاش بشكل كامل. طيب، لازم ناخذ فكرة عن تنبيب الرغامة.
كمان كان سؤال لطلاب السن السادسة، كيف نسوي تنبيب لكبير في العمر وكيف نسوي تنبيب لطفل؟ اسمحوا لي بس دقيقتين هيك اخذ موقع جيد بعدين اكمل معكم. اسمحوا لي بس. بسم الله. سامعيني يا شباب؟ اعذروني شويه كي اتاخر دقيقتين بس اعطوني صوت. ايه سامعيني حكيم؟ ايه حكيم معك معك يا ربي. تنبيب الرغامة الآلية، في حدا منكم ساوى شاف أو ساوى تنبيب لمريض كبير في العمر؟ سؤال لكم. نببنا حكيم. نببته؟ مين معي؟ أنا عبد الكريم. ما سمعت؟ عبد الكريم. عبد الكريم حكيم. علينا عبد. ايه تفضل عبيد، اعطيني الاجراءات اللي سويت فيها تنبيب وفق خطوات علميه. هلا في قياسات للارينجو كبير واحد. هلا الكبير العمر بنحط له تحت راسه هيك شغله وبنطوي له راسه، صغير لا بنخليه مثل ما هو مستقيم، يعني بتنبب بدون اريح تنبيبه. في مناورات، يعني اذا كان في اذا جانا احيانا يكون يعني مستنشق او دم، فمن من سكشله لنشوف الحنجرة. ففي مناورة كنا إذا ما بينت معنا الحنجرة، يعني نحط إيدنا على الحنجرة ونضغطها، نمسك اللارينجو بالإيد اليسار ونضغط الحنجرة بالإيد اليمين، نصير نحركها لبين ما نشوفها، يعني بس نشوفها من ندخل التيوب. وأحيانا نضطر نستخدم السلك هذا الداعم للتيوب، إذا يعني هذا السلك المعدني. وفي المناظير الحديثة هاي الكاميرا ما كان عنا منها. يلا جميل جميل. طيب. الله يعطيك العافية عبيد. أول شيء الوضعية، نستخدم في التنبيب منظار الحجرة اللارينجوسكوب ذا نصلة، ومعروف النصلة بنصلة معدنية لها قياس حسب المريض وحسب العمر. إلها شكل منحني أو مستقيم حسب ما بيناسب المريض. ندخل النصلة المنحنية ما بين قاعدة اللسان ولسان المزمار. نرفع الرأس بوضعية الشموخ، معروفة وضعية الشموخ سنفينج. هاي هي الوضعية. نحط شيء قاسي تحت رأس المريض، وسادة شيء 10 سنتي أسفل الرأس. نقوم بإمالة الرأس قليلاً مشان تصطف جميع المستويات على مرأى العين، يعني أنا بحيث بشوف قاعدة اللسان، أشوف لسان المزمار، أشوف الحنجرة، شلون مشان أعرف أدخل أنا بين مشان أعرف أنا أدخل بين الحبلين الصوتيين، ما أدخل في المري. الوضعية هي أساسية. لاحظوا إنه وضعية الشموخ السنافينج، انت اذا فتحت الفم بتشوف كل المستويات امامك، فتستطيع عندها كشف الحبلين الصوتيين وادخال الانبوب الرغامي. احيانا ما بنحسن بنشوفهم بصراحه، خاصه اذا كان عندنا مريض بدين او رقبه قصيره او حنجره مرتفعه، فالتنبيب بيكون صعب جدا وياما بندخل بهالاشكاليات هاي. أحياناً ما بنستطيع نقوم بتهوية المريض بواسطة الأنبوبة والقناع،
في هذه الحالة نلجأ لخزع الرغامة، منطقة الخزع للرغامة في هالمنطقة هاي، وهذا يعتبر سبيل غازي أو طريقة غازية يعني. لكن ممكن نطبق القناع الحنجري، لكن في عنا وسائل أخرى ممكن تفيدنا إذا ما شفنا أنا إذا كان المريض بدين أو ذو رقبة قصيرة. في عنا القناع الحنجري الماسك أو قناع آي جي آي جيل، فيه جيل لحاله هاد، أو الأنبوب الحنجري لارينجو تيوب والأنبوب المريئي الرغامي، هدول هن كلياتهم موجودين بهالصور هاي. ليكو هذا الأنبوب الحنجري له قاعدة بلاستيكية وله تيوب هذا وله فتحتين للتهوية، واحدة باتجاه الحنجرة واحدة باتجاه لسان المزمار. هي أهم البدائل. القناع الحنجري، خلينا نشوف القناع الحنجري. أهم بديل الأنبوب الرغامي يتألف من قسم مطاطي هو الكم أو الكف، هذا الأنبوب، وبالون، واضح البالون، ينفخ بواسطة الكم. يوجد عدة أشكال، نستعمله مرة واحدة لكل مريض. إدخاله سهل في الأنبوب الرغامي، وأي طبيب ممكن بيدخله يعني بشكل أعمى، حتى ما ضروري أنك تشوف مدخل الحنجرة. يدخل بشكل أعمى كما واضح، لا يحتاج إلى منظار حنجري. نقوم برفع الفك السفلي للأعلى وندخل القناع بوضعية بعد وضع مزلق على الوجه العلوي، على الوجه العلوي هون لمنع رد جدار الحنك، فيستقر في البلعوم. لاحظين استقر في البلعوم بحيث تكون فتحته مقابلة للحنجرة، فتحة هاي بتكون مقابلة للحنجرة، فهو لا يدخل إليها، وتبقى ذروته ذروة في المعصرة المريئية العلوية. هذا القناع، القناع الحنجري، يعني قناع متوفر وسهل جدا، يعني إذا كان عندك التنبيب صعب ممكن نلجأ له. عند استخدام القناع الحنجري نحاول تجنب تطبيق تهوية زائدة الحجم كي لا يدخل الهواء إلى المعدة، لأنه أنت موصل عند المسرة المريئية المعدية، مريئية العلوية آسف، ويسبب القلس بالتالي واستنشاق محتويات المعدة. تنبيب الرغامي نستطيع أن نعطي التهوية أكثر ولكن بشكل يناسب المريض، ما يسبب فرط تهوية. مشكلة القناع الحنجري لا يؤمن حماية كافية للطرق الهوائية، فهو حدث سوي الاستنشاق. تختلف كمية الهواء حسب قياس القناع الحنجري. قناع الآي جيل نفس القناع، لكن المادة البلاستيكية فيها جيل يشبه القناع الحنجري، له وسادة وكم غير قابل للنفخ، مملوء بمادة شبيهة بالجيل، ما بنستعملها كثير نحن بصراحة. يتميز بوجود فتحتين في نهايته السفلية، الفتحة الأمامية تقع مقابل الحنجرة، وفي عندنا فتحة هون ثانية تسمح بإدخال الأنبوب باتجاه في له إدخال أيضا باتجاه مجرى رشف المحتويات المريئية الانجيوتيوب يعني. في عندنا الأنبوب الحنجري كمان، هذا الأنبوب الحنجري. الأنبوب الحنجري يحتوي على بالونين كبير وصغير وفتحتين، في بالونين واحد واثنين بالإضافة إلى فتحتين عنده، يتم إدخاله بحيث يوضع البالون الكبير خلف اللسان، قاعدة اللسان، وينفخ، فيقوم بعزل البلعوم الأنفي الفموي عن البلعوم الحنجري. أما البالون الصغير فيدخل للمريء فيمنع ارتداد المحتويات المريئية. بين البالونين توجد الفتحات الهوائية بهالمنطقة هاي مقابل الحنجرة، بالتالي تعطينا تهوية مثالية. الأنبوب المريئي الرغامي، المريء الرغامي، هذا أنبوب كمان يستخدم أيضا في الحالات الإسعافية، لا يحتاج إلى منظار حنجري، يدخل بشكل أعمى، يتألف من أنبوبين موصولين مع بعضهم البعض، واحد واثنين، وبالون ينفخ أحدهما في أعلى المري والآخر في البلعوم الحنجري، لكل بالون منهما مأخذ لنفخه، كل واحد له مأخذ، له قياسات متعددة. في 90% من الحالات يدخل في المري وتتم التهوية من خلال الثقوب المقابل للحنجرة، ويمكن إدخال أنبوب أنفي معدي من خلاله. أما في 10% من الحالات يبقى في الرغامة، تصبح أنبوب رغامي، غير شائعات هذول بصراحة.
هذا الأنبوب، دول بالونين، واحد واثنين، واحد يكون عند قاعدة اللسان، واحد في المري. هذا بيمنع يعني بيفصل التجويف الفموي البلعومي على الحنجري، وهذا بيوصل بيمنع ارتداد المحتويات المريئية. يعني هدول هن لازم نعرف أشكالهم. يعني إذا جاك شكل هذا أو الشكل هذا لازم تقول له هذا شو اسمه، هذا شو اسمه. يعني هي الناحية العملية. طيب هلا بنجي على الأهم في محاضرتنا، وهو تدبير توقف القلب. أول شيء كيف نشتغل مع اللانظميات المصاحبة لتوقف القلب؟ نحن حكينا بالمحاضرة السابقة أهم اللانظميات اللي بنتداخل عليها بشكل إسعافي ولازم هن الرجفان البطيني والتسرع البطيني بدون نبض بالسس. المحاضرة الماضية لما كنت عم بعطيكم المحاضرة وقلت لكم بدي أنزل بس أسوي إيكو قلب، عملنا إيكو قلب لمريضة في الإسعاف، فعم بشكي من ألم صدري وصفي، فأنا قلت يلا بشوف التخطيط وبعدين أطلع كمل المحاضرة. عملنا تخطيط ما فيه شيء طبيعي يعني، لكن ألم وصفي. قلت يلا بطلب له تحاليل قلبية تروبونين سي كي ام بي لحتى ما يطلعوا بنقيم الحالة. لسه أنا ما بكتب توقف القلب، فكنا في محاضرة انعاش قلبي رئوي، قام جاني مريض توقف القلب، حطيت ايدي على النبض ما في بلس، لكن مريض شد شنج وشد خلاص مبين عندي رجفان بطيني بجنبي الصادم على السريع. يعني خلاص حطيت الصادم 150 جول مباشرة. المهم انا صدمت بشكل عمياني بصراحة، لكن تخطيط طبيعي مباشرة مريضك توقف قلبه، ما عملت ولا تمسيد لكن شد المريض، عرفت انه في عندي رجفان او تسرع بطيني بدون نبض، لاني ما جسيت بصراحة، ما في عندي نبض، جسيت الكعبري ما كان في نبض، ما حطيت ايدي على السباتي، صدمت مباشرة 150 جول مباشرة، صحي المريض 1 2 3 4، رجعت دورة طبيعية. وين انا؟ قلت له أنت ما زلت في الأرض، لم تنتقل إلى السماء. المهم رجعت عم بتقول له تخطيط ما بعد الصدم ما في شيء. تخطيط قبل الصدم ما في شيء، تخطيط ما بعد الصدم ما في شيء، بس ليش توقف القلب؟ بعد رجعت أخذت مساري يمنى، طلع عندي احتشاء بطين أيمن من سوء الحظ، حولناه على تركيا، واليوم هو في تركيا لنشوف اللي صار معه، نحكي عليهم بمحاضرة الاحتشاء. على كل الرجفان البطيني والبلسس فينتيكولار تاكيكارديا يتم تدبير هذا النوع من النظم باعتداء الصدمة الكهربائية. يعني أهم شيء عندك الصدم. فالصدم ممكن يكون مونوفازيك يعني ب 360 جول أحادي الطور، أو ثنائي الطور من 50 ل 360 البيفازيك. يمكن استخدام أي منهما في إنعاش المريض. أنا صدمت مريضي على 150. بعد كل صدمة لازم نسوي سي بي ار دقيقتين، بعد كل صدمة نسوي سي بي ار دقيقتين. انا صدمت سويت سي بي ار، مريضنا صحي مباشرة. اللانظميات هي القابلة للصدم يا شباب، ما بنخربط الله يحفظنا، اللانظميات القابلة للصدم وهي من ست امتحان الهم. اللانظميات غير قابلة للصدم ان الاسيستول لا انقباضية، ممنوع تصدم لكن تعطي دواء، والبي اي اي بالسس الكتريكال اكتيفيتي النشاط الكهربائي بدون نبض، بتلاقي نظم طبيعي، ممكن يكون تسرع او تباطؤ لكن ما في نبض، يعني الشك مضاد استطباب. هون لازم بهالنوعين نسوي سي بي ار ونعطي ادويه، خلاص تمسيد 30 ل 2 و صدم ونعطي علاج دوائي لحتى يجيني شيء نظم او ببلش النبض يرجع عندك، هم بتفكر تصدم ولا لا. لماذا لا نقوم الصدم بالبي اي اي بالنشاط الكهربائي بدون نبض؟ لانه في البي اي ما يزال القلب محافظا على فعاليه كهربائيه، زوال استقطاب الخلايا بيكون بشكل منتظم، فاذا صدمناه فيحول الى لا انقباضيه. يعني انا في النشاط الكهربائي بدون نبض ممكن احوله لاسيستول، الاسيستول ما في نشاط مطلقا، شفناه على التخطيط خط سواء
فما بيصير تصدم. لكن في الرجفان البطيني القلب يتقلص لكن بشكل غير منتظم، يعني بتلاقي البطينات هي بطرف والأذينات بطرف. وهذا إذا صدمناه، إذا صدمنا الرجفان البطيني، إذا كان عندي رجفان بطيني الفعالية الكهربائية تنتقل من خلية لخلية، النقل بيكون عضلي وليس كهربائي. كل خلية بتساوي ذات استقطاب لوحدها، واضح؟ فأنا بس أصدمه بعيد النظم جيبي. كيف أنا بدي أصدم؟ أصدم على الشكل التالي. أنا بحط الباتش الإلكترودات يعني في المكان الصحيح. هدول الباتشات عندي تنتين، وهذا جهاز الصادم. في عندي كل واحدة مسجل عليه وين بحطها. واحدة بحطها فوق البؤرة الأبهرية، والثانية بحطها على قمة القلب. يعني واحدة بحطها على الأبهر، واحدة بحطها على التاجي. ونضع جيل، وأيضا لازم ما بنلامس لا السرير ولا المريض. وبس أبلش بالصدم بقول كلمة كلير، انتبه اسمع الكل دي بعد أصدم. بعد الصدم لازم أسوي تمسيد، لا أنسى تمسيد لمدة دقيقتين. هي طريقة الصدم. أتمنى إنه ما بننساها كلياتنا، وإن شاء الله يعني تعلموها بسهولة بكرة بدورات، إلا ما يصير عندكم دورات. ويعني ولازم تعرفوا إيش بتصدموا وإيش ما بتصدموا. مو تقول لي والله بكرة عندك تسرع قلب جيبي تيجي تصدم لي إياه، أو ما بتصدم لي إياه. خلص عندك اثنين بينصدموا بإنعاش الرجفان البطيني وتسرع القلب البطيني اللا نبضي. الأدوية، وهي من الأسئلة الهامة جدا، كل غرفة إنعاش موجودة فيها هالخزنة هاي، فيها العربي عربة الطوارئ من الإلكترولي، فيها مجموعة من الأدوية. الأدوية لازم نعطيها في الإنعاش. أكسجين، الأطباء بيعتبروا الأكسجين دواء، يعطى في نسبة 100%. الأدرينالين هو الدواء الأهم في الإنعاش بعد الأكسجين. إذا أهم دواء هو الأكسجين، يليه الأدرينالين. الجرعة 1 ملغ وريدي كل 3 إلى 5 دقائق. الأطفال 10 مكغ على كل كيلوغرام في الوريد أو عبر السمحاق في العظم. إذن الجرعات ما بنساها. أدرينالين 1 ملغ كل 3 إلى 5 دقائق، والأطفال 10. الأمبولة، في عنا أمبولات، الأمبولة بتجي 1 ملغ بتحوي 1 ملغ. أنا مش همات يعني 1 ملغ ما بيندفش، لازم أمددها. يعني تركيزها 1 على 1000، لازم مددها 10 ملي. بس مددها 10 ملي صار تركيزها 1 على 10,000. فمددها في 10 ملي، فبحسن أعطيه دفش وريدي. أما إذا ما مددتها، والدفش يكون سريع، ها مو أنه تحميل، دفش ما مددتها، ممكن يعني أفقد منها كتير، يعني أفقد تركيزها في الأنابيب والقسطرة، في مجرد أنه يعني في الكانيولا 1 ملي في الروح. في الدول حاليا يوجد امبولات جاهزه 10 ملي. عند توقف القلب التام في الاسيستول لا يستفيد المريض من الصدمه الكهربائيه لعدم وجود نظام، لذلك نعطيه ادرينالين. ادرينالين بيهيج العضله القلبيه، بعدين بنقوم بالصدم اذا صار عندي فعاليه كهربائيه. يعني اذا جاك بكره تخطيط اسيستول احنا بنعرف التخطيط هي خط سيري، بيقول لك اليك المريض التالي، توقف قلب مفاجئ، تم إجراء CPR، وأثناء CPR لاحظت التخطيط. ما هو أول إجراء؟ صدم، أتروبين، أدرينالين، كالسيوم، مغنيسيوم. ما تجي تختار لي صدم، أدرينالين. إذن أسيستول أدرينالين. كمان بدي أشوف صوتي مسموع يا شباب؟ ايه مسموع. مسموع. طيب مفهوم الكلام اللي عم بحكيه ولا صار؟ شاركوني يا شباب، عم بحكي لحالي. ها لا تمام دكتور، تمام، الله يعطيك الف عافيه.
يلا تمام. طيب أتروبين كمان في عنا أمبولة 1 ملي تحوي 1 ملي جرام. استطبابات الأتروبين، إذا كان عندي برادي تباطؤ قلب جيبي أو على مستوى العقد أو أذيني، وذلك عند تكون الحالة الهيموديناميكية للمريض غير مستقرة. مين بيقول لي شو معنات الحالة الهيموديناميكية غير مستقرة؟ انخفاض ضغط. واحد. نعم. اثنين. أكسجي. نعم. حرارة. تعتبر من نعم. أهم شيء انخفاض الضغط. انخفاض الضغط هو يعتبر من الحالة الهيمودينامية الغير مستقرة. طيب. لسه ما أخذت محاضرة الضغط. أنت بقول الضغط منخفض. سؤال. الضغط الانقباضي تحت 12 أو الانبساطي تحت 8. الانقباضي تحت 12 والانبساطي تحت 8. طيب إذا جاني مريض ضغطه 10 100 الانقباضي بعتبره انخفاض ضغط؟ لا دكتور طبعا، هلا هو حسب حالة المريض مو لهالدرجة هاي، يعني ممكن يكون مريض ضغطه مثلا 100 وطبيعي تمام. 100 طبيعي، فمية مو حالة هيمودينامية مستقرة المتبرة. إذا بيكون الضغط الانقباضي تحت 10 هاي ما بنساها، فتعتبر حالة هيمودينامية غير مستقرة. طيب سؤال تاني، ساعدوني في السؤال. إذا عندي مريض ضغطه الانقباضي 139 وفجأة صار ضغطه 110، بعتبره حالة هيمودينامية غير مستقرة؟ ايه دكتور لازم هيك نعتبره، لأن كانت هي حالته طبيعية نزلت. طيب إذا انخفاض الضغط لا يعني انخفاض الضغط الانقباضي تحت 100. إذا كان انخفاض الضغط الانقباضي أكثر من 15% من قيمة القاعدية خلال نص ساعة فقط، يعني مثلا مريض ضغطه 140 صار 111 خلال اقل من نص ساعه، هذا بعتبره حاله هيمودينامية غير مستقره. لكن مريض ضغطه 140 صار 111 خلال يوم كامل، ايه عادي عادي. اذا الزمن له دور ما بننساها الفكره العلميه هاي. اذا الاتروبين نعطيه حتى 3 ملي جرام في بطء القلب الشديد مع هبوط ضغط غير مستقر في الاسيستول. انتبهنا، ادرينالين، اتروبين، اسيستول، لا صدم، لا صدم. في البي اي النشاط الكهربائي بدون نبض مع نظم اقل من 60. اذا هذول الاثنين ما فيهم صدم. البايكربونات، اذا كان في عندي حماض استقلابي شديد البي اش اقل من 7.1، أو في عندي هيبركاليميا فرط بوتاسيوم أو تسمم مضادات اكتئاب ثنائية الحلقة. أمبولة 10 ملي تركيز 2 ملي مكافئ، يعني فيها 20 ملي مول. تعطى بجرعة 1-2 ملي مول على كل كيلوغرام بعد أخذ عين الدم شرياني. يعني شخص وزنه 60 كيلوغرام ممكن نعطيه 3 أمبولات. كوردان، أميودارون، والليدوكاين كمان من الأدوية المستعملة في حالة الرجفان البطيني أو السرعة البطيني عديم النبض المعند على الصدر. يعني عندك في تي عم تصدم ما بتستفيد من الصدر وما عم بيقلب على خالص، بعطيه أميودارون. أميودارون متوفر في الإسعاف، لكن الليدوكاين متوفر أكثر. الأميودارون في عنا أمبولات 150، أمبولتين دفش وريدي. دائما يفضل عبر وريد مركزي، دائما يفضل عبر وريد مركزي تحت الترقوة. العادة بنحط وين؟ ليدوكاين ممكن نعطيه جرعة 1 ملي جرام على كل كيلو جرام وريديا دفش، بعدين ممكن نسربه تسريب عن طريق مضخة. ليدوكاين متواجد بعبوات تركيزها 2% 20 ملي جرام على السنتي. بس إذا كان وزن المريض 80 كيلو جرام ولديه رجفان معند على الصدر، نملأ المحقنة ب 4 سنتي ونمددها للعشرة ونحقنه حقا. هاي الجرعة. ما بنسى الجرعات يا شباب. الأميودارون 300 ملغ تسريب وريدي، الليدوكاين 1 ملغ على كل كيلوغرام. يعني الليدوكاين إذا كان عندك وزن 60 70 80 كيلو بسحب 4 سنتي ومددها للعشرة بتفشل. المغنيسيوم السلفات له دور في الربو ورجفان البطين المعند على علاج واحتشاء العضلة القلبية
والاختلاجات. يعني هلا انا بدي هيك بدي اشارككم بشغله. هاي الادويه اللي بنستعملها في محاضرتنا، فرضا خلينا نسوي المحاضره شوي تشاركيه. انا عندي مريض سويت له سي بي ار، انعاش قلبي رئوي، ماشي. المريض هذا باول تخطيط اجاك رجفان بطيني، رجفان بطيني، ايش راح نسوي اول اجراء؟ يلا يا شباب. صدم. صدمنا صدمنا، شو تصدم؟ 50. كمل. ما قلب بالانعاش. قلب بالانعاش، بلش بجرعات عالية 150 ل 360. تمام. ما بتقلي 50. 50 اذا كان عندك مريض مستقر، مريض عنده في تي مستقر، مريض عنده اس في تي مستقر، بتصدم. لكن مريض عنده مريض في تي وانعاش قلبي رئوي، بلش بال 150. صدمت ما استجاب، كمل. مين معي؟ اللي دكاين الاميدوران. كمل. لا 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 لا، انعاش. ايه بعدين انعاش 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 سيد بتطول انعاش انعاش دقيقتين براي، دقيقتين. ايش بتسوي بعدين؟ بعدين ما استجاب على الاميدوران او الليدوكاين. صدم 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 مرة ثانية لك. صدم هو دقيقتين نسوي انعاش دقيقتين، ما استجاب، صدم مرة ثالثة، كمان انعاش، ما استجاب، كمان انعاش، دائما انعاش، صدم، صدم، انعاش، صدم، انعاش، صدم، ما استجاب، بتجه للخط الوريدي، خط الدوائي. ساعة يعني لا 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 لا، خلال 5 دقائق. ما ست عندك كل سي بي ار 2 دقيقة، 2 دقيقة صدم، 2 دقيقة صدم، 6 دقائق. ما استجاب. استقرع خط الدوائي، خط الدوائي الاول ليدوكاين. ليدوكاين ليدوكاين. انا شلت السلايد من قدامك. جرعه 1 ملي جرام كيلوغرام. شوف شو غريبه، بنعبي 3 امبولات اذا وزن 60، 3 سنتي عفوا، لانه سنتي 20 ملي. نعم. اذا وزن ما استجاب على الاميدورون، بنحط مضخه، يعني بنحط مضخه اذا ما الاميدورون دفش. بيدرون دفش سريع يعني 300 دفش سريع. اذا ما نعم اذا ما قلب على الاميدرون لازم يقبل على لازم يقلب على الليدوكاين. من قلب بعدين بنحط جرعه تحميل وجرعه تحميل مضخه. نعم على مضخه 1 ملي جرام. هاي الاحكي من الكوردان. كوردان ما بشتغل هون الادينوزين بالقلب. لا لا، الادينوزين ما هو الادينوزين بالاس في تي. مطلقة. طيب إذا كان عندك مريض تاني، يعني هذا الإنعاش، مريض عنده في تي، مريض عنده أسيستول، مريض عنده أسيستول، مريض عنده أسيستول ما بنصدم، بنبلش بالأدرينالين. سي بي آر. أدرينالين. سي بي آر. سي بي آر. إيه تم سي بي آر دقيقتين. ما صار عندي فعالية. ما فعالية، بنحمل أدرينالين. أدرينالين. بس أدرينالين كل 5 دقائق منعيد أدرينالين 3 لـ5 دقائق حتى نحمل حتى تظهر عندي حتى يصير في عالية بدون نبض حتى تظهر فعالية. إذا ما صار هاي كل محاضرتنا. يعني طبعا دكتور، يعني في كل الحالات لازم يكون في أكسجين، وهيك يكون مريض منبض لازم. أنت بس أنت عندك أمبو، أنت عندك أمبو عم تنفخ، أنت أكيد دعم أكسجيني. طرق أعطاء الأضوية، يفضل أعطاء الأدوية عن طريق وريد مركزي إما تحت الترقة أو وداجي. أحيانا نعطيها، نحن مو أحيانا، كثيرا ما بنعطيها عبر الوريد المحيطي والكعبري. ممكن نعطيها عبر السمحاق العظم، إذا ما حسنا نلاقي ولا وريد نحقنا بمنطقة السمحاق، نقي العظم يعني، وهي عند الأطفال بيتبعوها كثير. أحيانا بنحقنا عبر القسطرة في الأنبوب الرغامي. تعطى 3 أدوية فقط في الأنبوب الرغامي، 1 أدرينالين، 2 أتروبين، 3 ليدوكاين فقط. الباقيات مضاد استطباب، سي تخريش. ما بننساهم، نحفظهم مثل اسمنا. أدرينالين، أتروبين، ليدوكاين تعطى عبر أنبوب
الرغامي، يعني انبوب القنبوب اللي عم يصير فيه تنبيب. لكن اذا بنعطيه عن طريق الانبوب الرغامي نعطيه بجرعه اكبر بثلاث اضعاف الجرعه السويه وعشر اضعاف لجرعه الطفل. نحفظ الكلمتين. اذا كان مريض وزنه 100 كيلوغرام نعطيه عبر الانبوب الرغامي بدلا من واحد. إذا هالطريقة بنتبعنا أحيانا بنتبعها، إذا ما لقينا وريد مركزي أو محيطي بنعطي خلص أدرينالين أو أتروبين أو ليدوكاين، لكن بجرعة عالية، بدل ما نعطي أمبولة أدرينالين أو أمبولة أتروبين نعطي ثلاثة بثلاثة، وليدوكاين نعطيه بجرعة ثلاث أضعاف، بدل ما نعطي واحد ملي جرام على الكيلو نعطي ثلاثة. بس بدون تمديد حكيم هون ما نحن بدون تمديد بدون تمديد يعني بعشرة. لا لا الأمبولة مباشرة تنفش معلش. نعم. طيب سؤال كمان، إيش هي أسباب توقف القالب؟ عندنا أربع أسباب. أسباب تبدأ بحرف الأتش هي الهيبوكسيا، الهيبوفوليميا نقص الأكسجين نقص الحجم. هلا عفوا دكتور بس قبل نباشر في هاي، هلا نحن الأدرينالين والجفان طيني ليش ما نعطي، إيش السبب أو وليش الأفضل ليدوكاين؟ بالنسبة لل بس رجع ما سمعت السؤال. بالنسبة للجفان الطيني. ليش نعطي نحن ليش ما بنعطي أدرينالين؟ أنت الرجفان البطيني في عندك فعالية كهربائية، يعني ميزة الأدرينالين إنه بيساوي فعالية، يعني بيساوي يعني بزيد الفعالية، يعني مريض عنده مثلا لا نظم مطلقا من أعطيته أدرينالين بتساوي لي حركة عشوائية للبطينات. الرجفان البطيني هو حركة عشوائية، يعني التنبيه جاني البطينات، فأنا ليش أزيده؟ لا صدم، هاي ميزة الأدرينالين. تمام دكتور يعطيك العافية. الله يسلمك. الهيبوكاليميا هيبركاليميا أسيدوزز الحماضات، الهيبو هيبركاليسيميا لازم هون كالسيوم، انخفاض الحرارة وليس ارتفاع الحرارة. أسباب تبدأ بحرف التي، الريحة الصدرية الضاغطة، سطام التاموري، أي محاورة كبيرة عن التامور احنا ناخذها، والخثرات أو الصمات. يا ما بشوف حاليا المواد السامة كثير. هاي الحالة اللي ذكرناها، مريضة عندك واحد اثنين ثلاثة ذكرت أنا كحالة. هذا البروتوكولات المتبعة نفسها، البروتوكولات نفسها اللي حكيناها. طب ايش هو الاختلاطات؟ اختلاطات كثيرة، ممكن كسور في الأضلاع يا ما سويناها، ريح صدرية لما بينكسر أحد الأضلاع، لا نظميات كثير بتجينا، حماض، ثبوت الضغط. بعد الإنعاش لازم ناخذ لغرفة العناية المشددة ونشوف علامات الحيوية وايش أسباب توقف القلب، ونسحب تحاليل مخبرية والرقم بالعلامات الحيويه كلياتها، بنشوف الوعي حسب الـ RVPU اللي ذكرناه في بدايه المحاضره، بنشوف الضغط، بنشوف سايتوريشن الاكسجين، بنركب الكترودات، بنساوي تخطيط، بنحطه على الجهاز المنفسي، بنشوف معدل التنفس، حجم الهواء الجاري الـ VT الـ MV الـ EC282 هذول كلياتهم على المنفسه، بنشوف مراقبه الصبيب البولي 1 لـ 1.5 ملي كل كيلوغرام في الساعة، أقل من 50 ملي شحبول مشكلة لما يكون على بليريا، حالة مهددة أيضا لازم نشوف شو السبب، بنعوض السوائل، بنسوي ديال إذا ارتفعت الأمور، حفاظ على الحرارة، صور الصدر، إجراءات أخرى، فحوص دموية، يعني هاي إجراءات روتينية كلياتنا بنشوفها. هاي محاضرة الأولى في الانعاش القلبي الرئوي، محاضرة بسيطة، والأسئلة اللي بتجي منا كمان بسيطة كتير، حكيناها كتير في سياق الكلام. رح انتقل لمحاضرتي الأساسية، المحاضرة الثانية، ما رح أطول عليكم، وإن شاء الله بسيطة، لكن بدي شوي فهم هون. بس قولي لي السلايد واضح كمان قدامكم؟ واضح. حكينا على الاسبيتي نحن بسبع اشكاله من تسرع القلب الجيبي، تسرع القلب الاذيني، تسرع القلب الاذيني متعدد البؤر،
الرجفان الأذيني، الرفرفة الأذينية، الـAVNRT والـAVRT، عرفناهم كتخطيط وشفنا مجموعة من التخاطيط كم كويس